حياكم الله من جديد. وزارة الموارد المائية أعلنت عن أن إجراءات تحويل جزء من مياه الأمطار باتجاه هور والحويزة أسهم بعودة تدريجية للحياة في أهوار محافظة ميسان. مدير إدارة مشاريع الأهوار والأراضي الرطبة في ميسان المهندس سلام سعدون قال أن الوزارة استثمرت سقوط مياه الأمطار وتحويلها إلى هور الحويزة عن طريق مغذياته الثلاثة الحسيتشي وأم الطوس والزبير، وأدى إلى نسب إغمار مقبولة مقارنة بالأعوام السابقة، مبينا أن هنالك تنسيق عالي بين مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية متمثلا بإدارة مشاريع الأهوار والأراضي الرطبة في ميسان ومديرية الموارد المائية في المحافظة لضمان استثمار مياه الأمطار لتعزيز الأهوار الجنوبية، وهذا طبعا يؤثر بشكل إيجابي على الواقع البيئي والإحيائي للأهوار. ومثل ما كل العراقيين يعرفون أن مياه الأمطار ساهمت بتحسين الواقع الاقتصادي لسكان الأهوار اللي يعتمد على مصادر الصيد واستخدام العلف للمواشي. وهنا نقول لكم شفتوا الله شلون ما يقطع، وإحنا مو بنية أحد، لا تركيا ولا إيران. ورحب بضيفي في هذه الفقرة الأستاذ حسين علي الكناني مدير عام مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة. ورحب بك أستاذ حسين، مساء الخير عليك وأنا وسهلا بك. صراحة فرحنا من شفنا عودة هور الحويزة. أنا قبل يمكن قبل المطرب بأسبوع عديت تقرير عن موضوع الحسرة اللي أصابت الهور، الحمد لله والشكر اليوم إحنا نشوف نسب الأغمار جيدة جدا، وهذا صراحة يعني يحسب لجهود وزارة الموارد المائية اللي قدرت أن تستثمر هذه الموجة المطرية. بس احنا نقول ايش قد راح تطول وهم ترجع النور تنشف، يعني صرنا نحسب احنا كل 3 سنوات راح يصير عندنا جفاف، هسه شلون راح نستثمر احنا هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاستضافه استاذ محمد. حياك الله. حقيقه الامر العراق مر ب3 سنوات الماضيه بعوامل تغير مناخي تمثلت من حباس سقوط الامطار وارتفاع غير مسبوق بدرجات الحراره. وموضوع التغير المناخي مثل ما تتابعون جنابكم بالقنوات الإعلامية طبعا موضوع أصاب حتى دول أوروبية، دول يعني كانت الأمطار بها تهطل باستمرار. نعم. فإحنا كان آخر سنة تقريبا كانت عندنا بها موجة فيضانية وردت لنا بنهر دجلة بعام 2019. بعد 2019 بدأت الأمطار تنحبس وبدأ تقل الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات. نعم. حقيقة هذا العام كانت لدى وزارة الموارد المائية تنبؤات عن طريق الأقمار الصناعية والتشكيلات اللي موجودة بها، توجد تشكيلات داخل وزارة الموارد المائية لديها أقسام تحسس نائي وعن بعد تأخذ المعلومات من الأقمار الصناعية الموديلات الأمريكية والأوروبية. يوم 20/12 معالي السيد الوزير طلب مني ووجهني شخصيا بالتوجه الى قبل الحقيقه قبل يعني قبل الامطار صارت عندنا يوم 22، وطلب مني التحرك العاجل لاعداد برنامج للاستفاده من كميات الامطار بارواء الاراضي الزراعيه اللي داخله ضمن الخطه الشتويه والاستفاده من كميات المياه ودفعها باتجاه مناطق الاهوار في محافظات ذي قار وميسان والبحر. ايش قد نشف منعتها هي بفتره هذه الجفاف للاهوار؟ هي تأثرت تقريباً تأثرت يعني. تأثر كبير حالها حال كل القطاعات المعنية بالمياه. نعم. تأثرت لأن مثل ما ذكرت جنابك أستاذ قلة إيرادات دول منبع، ارتفاع غير مسبوق درجات الحرارة وانحباس للأمطار. احنا لا ننسى أنه هذه المناطق هي داخلة ضمن لائحة التراث العالمي. العالمي. نعم. وبالتالي أنه بها تعدد إحيائي وبيئي في هذه المناطق. نعم نعم. وأنا أقول أنه هي حتى يعني مركز اقتصادي مهم لسكان طبعاً تلك طبعاً المناطق طبعاً العراقية، هي من أقدم المناطق العريقة يعني سكان العراق على مر التاريخ بكل طبعاً تأكيد. طبعاً ونشاط اقتصادي مهم. ما هو هذا اللي أسأل عنه الآن، من صارت عندنا مياه وصار عندي إغمار. نعم. رجع السمك، رجعت الأحياء اللي كانت موجودة، رجعوا السكان الأهوار اللي باعوا ماشيتهم، يعني صراحة رجعوا، يعني هو انعاش الأهوار احنا فقط نتحدث عن أنه نسب المياه، لو نتحدث عن انعاشها حتى اقتصاديا. نعم نعم نعم، شكرا جزيلا على هذا السؤال مهم. طبعا انعاش الاهوار هو يعني مجتمع الاهوار هو مجتمع يعني يضم كل العوامل اللي ذكرتها، انشطه اقتصاديه بيئيه نظام ايكولوجي كامل سياحيه لها علاقه ب يعني الاستيطان البشري. نعم.
حقيقة الأهوار وسكان الأهوار حقيقة نظام اقتصادي لا يحمل الدولة شيء. يعني سكان الأهوار يعتاشون على صيد الأسماك، صيد الطيور، بيع نباتات البردي والقصب، تربية الدواء المواشي عذرا. هذا كله نشاط لا يحمل الدولة شيء. بعود سؤالك فيما يخص عودة النشاط لمناطق الأهوار، حقيقة سكان الأهوار هذا الكلام احنا تقريبا صارنا ما يقارب 20 يوم من بداية أول موجة مطرية. أنا كنت يعني الفترة الماضية في مناطق الأهوار بالمحافظات، وزارة الموارد المائية بدأت يعني فترة التأثر بالصيف، وخاصة في محافظة ذي قار بدينا بها بعد أن تم توفير التخصيصات اللازمة بتوسيع وتعميق مغذيات الأهوار. هذا الفكرة مالتها كانت يعني أثناء فترة انحسار المياه عن مساحات كبيرة، هاي الفكرة مالتها تقليل الهجرة، يعني المغذي اللي يدخل للهور احنا وسعناه وعمقناه بشكل بحيث سويناه خزن للمياه، مربي الجاموس يجي يستوطن عليه، الصياد الأسماك يجي يدخل بيصيد لتقليل من آثار الجفاف وعدم هجرة سكان الأهوار. الحمد لله الآن السكان بدأوا يرجعون، عمليات صيد الأسماك يعني عودة تدريجية إلها، السكان بدأوا يعودون. طبعا هذه العودة تدريجية مثل ما تعرف جنابك، وإحنا الأمل بالله سبحانه وتعالى بموسم مطري جيد حتى يتم يعني وفق برنامج السير بإجراءات ملء الأهوار في المحافظة. إن شاء الله الآن عندنا موسم مطري جيد جدا، يعني إن شاء حتى الله. النسب الآن أعلى من اللي كانت متوقعة حسب وزارة الموارد المائية، وعندنا بعد أسابيع مقبلة أيضا إن شاء الله. نتأمل نتأمل ربما وصولا الى شهر نيسان، الى شهر 15/4 نامل ان شاء الله. 15/4 يعني بما معناه انه انا راح يصير عندي انتعاش مائي جيد جدا ان شاء الله. ان شاء الله يعني كله بعد بيد رب بعد العالمين باذن الله. نعم. شلون ممكن انا اتلافى الاخطاء السابقه اللي حصلت وبالتالي وصلت الى مرحله جفاف؟ هو التحدي، يعني احنا انا قلت كل خلينا نحسب كل 3 سنين راح يصير عندنا. لا، هذا هاي عوامل التغير المناخي استاذ محمد. نعم. يعني قد تكون عوامل يعني شاذه. يعني مو شاذه، تدري انت دائرتك وزارتك ووزاره البيئه على حديث ولسان البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الامم المتحده، حتى الشروط التي اشترطت على الحكومه للتحول الى الاقتصاد الاخضر. نعم. يعني حتى البنك الدولي يقول العراق يحتاج بحدود 234 مليار دولار لتجاوز أزمة التغير المناخي. تغير المناخ. نعم. فأنت عنصر أساسي كدائرة ووزارة وكذا في مستقبل العراق. هو شنو أفكارك؟ سادنا العزيز طبعا وزارة الموارد المائية لديها خطط لإدارة الفيضان وإدارة الجفاف. نعم. بس احنا عامل مهم جدا انه احنا انهارنا هي انهار من خارج الحدود. نعم. يعني نهري دجلة والفرات هي منابعها في دول غير العراق. نعم. وطبعا هذه الدول لديها سياسة مائية أثرت على كميات المياه الداخلة لنهري دجلة والفرات في داخل العراق. طبعا هذا موضوع أثر بشكل كلش كبير، يعني وين من تكون أنت إيراداتك المائية إيرادات مستقرة. نعم. تنطى منها للجانب الزراعي، تنطى منها للجوانب الأخرى، وتخلي قسم منعتها ضمن برنامج يعده المركز الوطني لإدارة الموارد المائية ضمن الموسمين الشتوي والصيفي للأهوار. نعم. هنا موضوع المياه، موضوعة المياه، احنا أستاذ محمد يعني أنا أريد يعني أتداخل بموضوع هو احنا موضوع الأهوار. احنا لدينا تحدي حقيقي في موضوعة المياه. موضوعة المياه يجب أن تكون كل قطاعات الشعب العراقي، كل المؤسسات الرسمية مع وزارة الموارد المائية. وزارة الموارد المائية الآن يعني بالميدان هي وكوادرها في موسم جفاف وزارة الموارد المائية، في موسم فيضان وزارة الموارد المائية، في حين أنه وزارة الموارد المائية هي يعني بتعريفها تقوم بتوزيعات المياه للأنهار الداخلة إليها من خارج الحدود. موضوع المياه موضوع سيادي يجب أن تدخل به وتساعد كل القطاعات، كل المؤسسات الرسمية، يجب أن تكون كل المؤسسات الرسمية والسيادية على قدر عالي من الأهمية. هو بالحكومات السابقة ما كان بهذا القدر العالي من الأهمية، ما كانوا يهتموا، لا خلاص وزارة وحصة سياسية نعتبرها. الآن لا، اكو تحدي دولي. بالضبط، تحدي دولي اللي ذكرته جنابك عن المبلغ الكبير لتجاوز أزمة الجفاف. صح.
حقيقة كل الدول اللي ينبع منها يعني منابع نهري دجلة والفرات يجب أن تكون هناك سياسة من العراق مع هذه الدول، نستخدم الجانب الاقتصادي، نستخدم النفط اللي الآن اللي يعبر خارج يعني الرسمي عبر الأنابيب النفطية للموانئ الخارجية، هذا جانب كلش مهم كلش مهم. هذا الجانب الخارجي، على الجانب الداخلي يعني من خلال قناتكم الكريمة يعني نحن ندعو إلى ترشيد استهلاك المياه. تعرف جنابك احنا تقريبا الحصة الأكبر من المياه تذهب للزراعة، صح؟ ولازالوا الأخوة في وزارة الزراعة يعتمدون بطرق على طرق الري طرق قديمة، يعني طرق السومرية يسمونها الري السيحي. وطبعا جنابك تعرف كل بلدان العالم اللي بيها وفرة مائية الآن تستخدم طرق الري الحديثة، التنقيط، الرش، هذا هاي عوامل مهمة يعني صح. مهمة للحفاظ على الثروة المائية. بالتالي من أنا أريد أستفيد دا أثر على اللي بصفي جيراني. التجاوزات اللي تحدث بين المحافظات. التجاوز التجاوزات اللي تحدث بالمحافظة الواحدة بالموسم الصيفي اللي تأثرت به الأهوار، كانت هناك حصة للأهوار يعني يعني ضمن الخزين المتيسر، لكن التجاوزات أثرت على وصولها. بالتأكيد. خليني أسألك سؤال أخير على الهامش، ما أعرف هو ما أعتقد يعني إذا كان من ضمن اختصاصك أو لا. بصراحة إحنا دائما يصير عندنا موجات من الغبار في الصيف، يعني كان يعني معروف انه لانه ما عندنا امطار، نعم، وبالتالي تتحرك التربه بسرعه. الان وفق النسب الحاليه اللي موجوده راح يكون عندنا صيف ايضا بموجات غبار وكذا، لو امورنا ان شاء الله تمام لحد الان. والله هذا موضوع اكو دائره بوزاره الزراعه اسمها دائره الكثبان الرمليه، نعم. يعني انا ما بالضبط عملهم، بس هو لازم اكو خطط ايضا يعني يعني اكو زراعه معينه لزراعه تثبيت التربه. لا بس انا اقول انه مطرت شويه طبعا على الصحراء. المطر 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 احنا هسه كل الامطار القويه اللي تركزت عندنا خلال العشرين يوم، صح كانت هناك امطار في غرب العراق، لكن اللي تركزت هسه حاليا خلال الفتره الاخيره والشده كانت في مناطق وسط وجنوب العراق. وجنوب العراق صح. كانت هناك امطار يعني مناطق الصحراء في محافظه ذي قار. احنا نامل اذا استمرت يكون نوع من التثبيت للتربه، الاعشاب البريه تظهر حتى تثبت التربه وتمنعها من التطاير نتيجه وجود الرياح. شكرا جزيلا الاستاذ حسين علي الكناني مدير عام مركز العاشر للاهوار. الله يخليكم. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.